بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. إن شاء الله بحول الله وقوته الناس اللي حطوا لي تعليقات باغين التوافق مع الازواج ديالهم، باغين يكونوا سعداء، الناس اللي عندهم صداع في الدار وعندهم عندهم المشاكل في البيت. المشاكل اللي في البيت هي احنا خاصنا نغيروا الامور ديالنا من الداخل. احنا اذا كان عندنا شي مشكل نفسي او مشكل خاص بينا حنايا، تنتقلقوا دغيا، نتصلحوا روسنا ونقول انا اللي فيا المشكل. ديما نرد رد المشكل ليا، انا اللي خاصني نتعامل مزيان، انا اللي خاصني نكون مزيانه، انا اللي خاصني نكون ايجابيه. عاده نحكم على الشخص الاخر لان تقدري تحكمي عليه بالغلط. اي انسان تيتخاصم، اي انسان تيتقلق، اي انسان تيكون في البيت مع الاحتكاك الأولاد والاحتكاك المشاكل وضغوطات الحياة، الناس يكون عندهم مصاريف، الناس يكون عندهم بزاف الحوايج، تيكون مشاكل في البيت. ولا بد الصبر، ولا بد إنسان يكون إيجابي في حياته باش يحاول يواصل حياته مع الأسرة دياله. بالنسبة لي أنايا، التواصل مع الأسرة أساسي في الحياة، ولكن نحاول أنني ديما نضبط أمور مع أولادي ومع الناس اللي تنبغي. إن شاء الله اليوم غادي نحط واحد الوصفة رائعة وزوينة، وغادي تحيد لكم تصدع اللي في البيت. حطيت بزاف الوصفات ولكن هذه مزيانة، طلقوها بالدار ليلة عاشوراء باش يذهب الله عليكم النحوسات ويذهب الحسد وكاع الحاجه اللي سيئه تحيد ان شاء الله. حيد مع هاد، يتبخر هاد العود، هاد العود وتتبخر يتبخر كاع الحسد والعين والمشاكل اللي غادي تذهب مع قراءه هاد القراءه القران. اذا بحول الله وقوته غادي ناخذ ثلاثة، الرقم ثلاثة مزيان، الرقم خمسة مزيان، الرقم سبعة مزيان. غنحاولو ناخدو ثلاثة هذا عود الند أو عود الخشب أو عود عود تنقولو حنا عود الند، ماشي عود الخشب هذا، عفوا نقولو عود الند. ناخدوه بحول الله وقوته، غادي ناخدو ونقرا عليه قراءة القرآن، نقرا الفاتحة الكتاب، نقرا هكا ونفت، نقرا ونفت، نقرا ونفت على هاد سميتو. نقرا اول حاجة، نقرا فاتحة الكتاب مرة واحدة، كل واحد نقرا عليه، نقرا الفاتحة الكتاب مرة واحدة، ونقرا نقرا آية الكرسي مرة واحدة، ونقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة، قل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة، وصوت الكافرون مرة واحدة، والزلزلة مرة واحدة. إذا غنقرأ مرة 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 على هذا، ولكن احنا ما نقرأ كل حاجة عليها مرة واحدة، غنقرأ على الثاني وعلى الثالث تسمى ثلاث مرات. إذا نقرأ كل واحد عليه مرة واحدة، ولكن نقرأ كل واحد، إحنا عندنا ثلاثة ند، نقرأ عليه الفاتحة مرة واحدة، آية الكرسي مرة واحدة، قل هو الله أحد مرة واحدة، قل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، قل أعوذ برب الناس مرة واحدة، قل يا أيها الكافرون مرة واحدة، آية الكرسي مرة واحدة، زلزلة سورة الزلزلة مرة واحدة، الكافرون مرة واحدة. المهم نقرأ كل عنصر نقرأ عليه مرة واحدة، إذا أتولي القراءة مقرية على ثلاث مرات. إذا غادي نحط في ليلة عاشوراء مع المغرب العشاء منتصف الليل، هنحط باش
نجري على الشياطين اللي تيجلبوا السحر ويجلبوا الشر إلى المنزل. إذن غادي نجري على نذهب الشياطين بحالهم، يمشوا بحالهم. نحاول أنني ندير هاد الوسوارة رائعة في تطهير المنزل، ومن الأسحار اللي غادي يحاولوا تيكونوا في الجو، تيكونوا الناس يخدموا في الجو. احنا بغينا نطهروا المكان ونطهروا الجو باش نحاولوا أننا نبعدوا من باش وليداتنا ما يتأذوا، باش وليداتنا نحاول أنني ولدي ولا بنتي ما يتأذاش ليا. إذا على بركة الله ديروا هاد الوصفة راه مجربة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. نقول لكم حاولوا تدعموني وتفعلوا الجرس وتابوناو بحول الله، بكم نتوما باش غنواصل، بكم ربكم نتوما باش غادي نكون قوية. ما بقى لي غير نقول لكم الله يعاونكم ومع السلامة، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.